معنا مباشرة الأستاذ عز الدين بوشراوي وهو مدرب تنمية ذاتية واستشاري أسري. أستاذ عز الدين بوشراوي مرحبا بك مرة أخرى على ميدي أن وإن شاء الله كل عام وأنت بخير. مساء الخير أستاذ حنان، مساء الخير الطاقم الفني ومساء الخير للمستمع الكريم. ذكرى مولد نبوي شريف وكل عام وأنتم بخير، وكنتمنى أن المناسبة هذه تدخل علينا إن شاء الله بالفرحة وبالسعادة والنجاح وبكل ما كنتمنى إن شاء الله. إن شاء الله والصحة والعافية أهم حاجة ولينا كنطلبوها حاليا. سي عز الدين بوشراوي كيف ما قلت للفنانة ديالنا اسم سامية أحمد، كاين واحد الصورة اللي ربما كنشوفوها بزاف سواء في العمل سواء حتى في محادثات بين الأصدقاء ولا بين أفراد العائلة، كيبدأ حديث بسيط جدا ربما في أشياء ماشي مهمة وكي تطور الحديث والنقاش كنبداو نسمعوا غير أصوات تتعالى من هنا وهناك وكل واحد متعنت ومتعصب للرأي ديالو وواحد الفوضى كتبدأ. هاد الصورة سي عز الدين شنو كتعكس؟ ففي البداية كنوجه التحية للفنانة الأكثر من رائعة اللي ماشي مجرد فنانة وإنما كوتش، لأن متفق معها 100% في كل ما قالته، فتبارك الله عليها. وهذا الشيء كيفرح أننا يكون عندنا فنانين اللي مثقفين وعارفين الذات ديالهم وعندهم واحد الاطلاع، فأكيد فالأجوبة ديالتها تتأكد أن هناك كاين واحد الاشتغال على الذات. صح، وهنا غير بين قوسين سي عز الدين غادي نقاطعك، هو كان الهدف من هاد يعني في البرنامج أننا حاولنا إشراك شخصيات معروفة ربما فنانين أكثر اللي بزاف ديال الناس كيعتقدوا بأنهم من غير بعيدا عن الفن الغناء أو التمثيل ما عندهمش آراء، لكن عندهم آراء اللي هي قيمة ومهمة ربما من التجارب ديالهم يقدروا أنهم أننا نستلهموا منهم. نكملوا تفضل. أكيد، فأنا بالنسبة للحوار اللي سمعت لي الآن فاستفدت منه بزاف ديال الحوايج. المقدمة اللي ذكرتي ليا فهي كتفكرني في واحد الجملة كان قالها لي واحد صديق ديالي اللي هو ماشي مغربي، هو يعني أجنبي، فقال لي لاحظت واحد الملاحظة غريبة في المغرب. أشنية؟ قال لي أنهم كيكون واحد عشرة الناس مجموعين فكيشوف أن تسعة الناس كيهضروا وواحد اللي كيسمع لهم ويقدر ما يكونش ذاك الواحد وحتى هذاك الواحد اللي كيسمع لهم فهو ما كيسمع لهمش باش انه يفهم ويستوعب، فهو فقط كيسمع لهم غير باش انهم يساليوا الهضره ديالتهم ويقول هذاك الشيء اللي عنده. وقال لي واحد الملاحظه اخرى اللي لاحظها كانت غريبه وغريبه جدا، هو انك الناس بمجرد كيسمع واحد الراي في البدايه ديالته اما كيوافق او لا كيعترض، ما كنتسناوش الاخر حتى انه يكمل الكلام اللي عنده. هنا اشنو كنفهموا؟ كنفهموا ان ماشي فقط ثقافه ديال تقبل راي الاخر، ما كيناش حتى ثقافة أنني نسمع الآخر وأنني نسمعه ونفهمه ونستوعبه ونشعر بهذاك الشيء. فكيفاش بغيتني أنا نعرف الرأي الآخر وأنا بقي ما سمعت ليش؟ ففي البداية بدأت نتعلم كيفاش أنني نسمع الآخر ونسمع ليه باهتمام وبتمعن ونحاول أنني نشعر به، فهذا الشيء كامل غادي يخليني في البداية أنني نعرف الرأي دياله. ومن غادي نعرف الرأي دياله الآن عاد كنجيو للمرحلة الثانية، واش هذاك الرأي نتقبله ولا ما نتقبلوش. صح، فهناك بزاف ديال الحوايج. فاول حاجه اللي كتخلينا اننا ما كنتقبلوش الاراء ديال الاخرين هو اننا اصلا ما كنسمعوش الاخر. وهنا غتسمح لي ان نفتح واحد القوس، فكاين واحد الفرق ما بين ان المصطلحات فهي دقيقه ودقيقه جدا، فمن كنفهموها فكنعرف كيفاش نتعاملوا معها. كاين فرق كبير ما بين السمع والاستماع والانصات والاصغاء. السمع هو وصول ترددات الى الاذن. راه ممكن انا نكون جالس وكين عاد حدايا وانا كنسمع وانا ما باغيش نسمع، هذا هو السمع. هناك ايضا الاستماع، هو انني كنسمع لقدامي ولكن ممكن يكون كنسمع ليه وانا شاد التليفون او انني ما غير داير لي خطا الى غير التليفون ما مركزش معاه. عاد كاين ثاني الانصات. الانصات هو انني كنسمع من اجل الفهم ومن اجل الاستيعاب. الاصغاء حاجه اخرى، الاصغاء انني كنسمع ليه بكل جوارح ديالي بكل المشاعر ديالي، وانني ماشي فقط كنسمع الكلام المنطق فكنسمع حتى الكلام الغير منطق وكنحاول نفهم حتى لغه الجسد ونحاول نحس المشاعر ديالو باش ممكن انني نعرف اللي قدامي ونفهم اللي قدامي. فخاص هناك يكون انصات وخاص يكون هناك اصغاء، يعني انني نسمع باش نفهمه
باش نستوعبه ونحس به. هذيك الساعه كنفهمه، فمن كنفهمه عاد كنجيو للنقطه الثانيه، واش هذا الراي ديالو اللي يقدر يكون هو مخالف ليا. هنا بين قوسين استاذ، صح، هنا بين قوسين سي عز الدين، مستمعه سناء من الدار البيضاء كتبت لنا رساله نصيه كتقول بانها ما كتقدرش تركز في حديث الاخر، شنو دير باش تعلم تسمعوا تسمع الناس وتبقى يعني بخاطرها معاهم؟ يعني حتى المساله ديال التركيز مهمه. فبطبيعة الحال فبالنسبة الإصغاء والإنصات فهي مهارة وأيضا علم، وهي واحد المهارة كتبان سهلة بالكلام، أن سهل أنك وقف قدام الواحد ويكون كيهضر معك أنك تسمع ليه، ولكن راه صعيبة وصعيبة بزاف. فهي صح، هذه كنا احنا سي عز الدين باش ما نفوتوش في مسألة ديال الإنصات، لأن احنا كنا يعني خصصناها خصصنا لها حلقة كاملة وكيفاش نكتسبوا مهارات الإنصات. كندعو سناء باش ترجع يعني للحلقات السابقة للبرنامج، غادي تلقى فيها يعني دي تكنيك ويعني وطرق مهمة كيفاش يعني تكتسب مسألة ديال الإنصات. نواصلوا سي عز الدين برسالة نصية من مستمع دائما في إطار إشراك مستمعين في الموضوع، كيقول باللي الاختلاف في الرأي هي مسألة واختلاف الأفكار مسألة أخرى، والغلط أن المرء يخلط ما بين الشيئين. وكيقول كما قيل العقول الكبيرة تناقش الأفكار، العقول المتوسطة تتحدث عن الأحداث، أما العقول الصغيرة فهي تنتقد الأشخاص فقط. إذن كاين فرق ما بين أننا نناقشوا الآراء والأفكار ولا نناقشوا الأشخاص. فبطبيعة الحال فأنا متفق معه 100%. فالعقول الصغيرة فهي فقط كتكون كتركز على الأشخاص، واللي كبر منها شوية فهي كتكون كتناقش الأحداث، أما العقول الناضجة فهي كتكون كتناقش الأفكار. وباش أنني نناقش واحد الفكرة كنناقش الفكرة، فأني كنناقشها وأنا متقبلها. باش انني نناقش واحد الفكره، فاول حاجه خاصني انني نديرها ان تكون عندي القدره للانصات والاستماع. فمن بعد ما انني كنحاول انني نسمع ليه ونفهمه مزيان، فخاصني نكون كنامن بواحد الحاجه اللي ممكن امنوش بها، لان الاختلاف رحمه. وهذا هو الخطا اللي كيسقطوا فيه بزاف ديال الناس. فللاسف من الصغر ديالنا ما تربيناش على تقبل الاخر او تقبل الاختلاف. فمن كنا باقين صغار فوالدينا من كانوا كيربيونا زكا عندك دير هذه ما خاصكش ديرها، ها الخطا وها اللي خاص يكون. فمن كيقول لنا ها اللي خاص يكون، فوالدينا ربونا على اساس ان كاين حقيقه واحده وان هذا الشيء اللي خاصو يكون. الا ما كانش هذه الحاجه فالعكس ديالها فهو خطا. فمن كنخرجوا للمجتمع وكنخرجوا للواقع فكنكتشفوا ان العالم ما كيشبهش لهذاك العالم الصغير اللي كنكون كنعيش فيه. وما تربيناش على الاختلاف، وما تربيناش ان هناك راي اخر، وما تربيناش على ان هناك افكار اخرى. فبما ان ما تربيناش على هذا الشيء وما عندناش الوسائل والاليات باش نتعاملوا مع هذا الاختلاف، فالنتيجه اشنا هو؟ هو الصراع، هو الصراخ الى غير ذلك. ولكن لو اننا فهمنا بان الاختلاف رحمه، فالله سبحانه وتعالى من خلق هذا الكون هذا فما خلقناش متشابهين، فخلق هناك اختلاف في الأفكار، اختلاف في القبائل، في التقاليد إلى غير ذلك. علاش؟ لأن الاختلاف هو ترى، الاختلاف هو واحد النمو. الاختلاف ما يمكن ليش أنني نتعلم من اللي قدامي إلى ما كانش هو مختلف عليا. وبالتالي فأول حاجة خاصني نديرها باش نتقبل الرأي الآخر هو أنني خاص نكون كنآمل في الداخل ديالي أنني لا أمتلك الحقيقة. كيف ما قال أحد الأئمة، فرأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي الآخر هو خطأ لكن يحتمل الصواب. ما خاصنيش نكون أنا متأكد 100% أن الأفكار ديالي فهي صحيحة 100%. هذا هو المشكل اللي كيوقع بين الناس. فالشخص فهو في اللاوعي دياله يؤمن بأن الفكرة ديالته هي اللي كينا، وأن ما كينش حاجة العكس ديالها. فأكيد مجرد أنه غادي يسمع واحد الفكرة مخالفة ولا واحد الفكرة مناقضة فما غاديش يتقبلها وغادي يرفضها. ولكن إذا كان الشخص يؤمن بأن راه ممكن، وهنا ما لا يوجد في إدراكي يعني أنه لا يوجد في الإدراك، وهذا هو المشكلة عند بزاف ديال الناس. فبزاف ديال الناس من كيسمع واحد الفكرة اللي ما عمرو سمعها فكيخاف. علاش؟ لأن ديما المجهول كيخلعني وما كنحسش بالأمان. فلأنني ما كنحسش بالأمان
فما كنحاولش انني نتقبلها وكنرفضها وكنقاومها، وبالعكس ممكن انني نحاربها. هذاك الشيء علاش من بين الاشياء اللي خاصنا نتعلموها هو انه خاص يكون عندنا واحد الدين منفتح، وهذا الدين هذا خاصنا اننا نتقبلوا الافكار الاخرى. كنتقبل الفكره الاخرى اللي هي مخالفه ما كيعنيش انني كناخذها. وهذا اسمح لي قطعتك سي عز الدين، هذا هو يعني مستمع مشكورا بعثنا بهذه الرساله كيقول بلي السلام عليكم، معكم مصطفى من القنيطره. مشكلتي انني دائما ضد مقترحات اصدقائي، وكيتسائل كيفاش يغير هذه العاده السلبيه. هاد العادة السلبية هذه كيفاش أنه يغيرها؟ فيحاول أنه يسمع هاد الكلام هذا وما يحكمش عليه في الوقت. علاش؟ لأن من الأخطاء اللي كنقوموا بها هي أننا إما كنشخصنوا الأمور. صح. مثلا كيكون واحد الشخص كيكون كيهضر معايا، فأنا كنربط أن هاد الكلام هذا فهو كيكون موجه إلي وأن هناك رسائل مشفرة إلى غير ذلك، وبالتالي فهنا كتضيع الحقيقة وما كنبقاش أنا كنركز على المحتوى، كنولي كنركز فقط على المرسل. هنا ما خاصنيش نشخص الأمور، هذه أول حاجة. وثاني حاجة ما خاصنيش أنني نكون حاط أحكام سواء لا مسبقة اللي كنتناقش معه، ما نكونش كنحط أحكام مسبقة ونحاول أنني أنا نتعرف على ديك الفكرة. فمثلا أنا دخلت في واحد الحوار وفي واحد نقاش مع واحد شخص عطاني واحد الفكرة اللي أنا ما عارفهاش، فحسن من أنني نقول لي أن الفكرة ديالتك غلطة، فأشنو غادي نقدر نقول لي؟ غادي نقول لي أن الفكرة ديالتك أول مرة كنسمعها، فممكن أنك تعطيني واحد الوقت اللي نمشي نبحث نمشي نقلب. صح، نتمعن فيها فمي غادي نمشي نقلب ونبحث، ممكن جدا أنني نتقبل هذه الفكرة، وممكن جدا أن هذه الفكرة هذه ما تكونش مخالفة الأفكار ديالي. علاش؟ لأن كيف ما قالت الفنانة اللي كانت قبلنا، فالحقيقة نسبية، وكل اللي قال لنا أن هناك صح. حقيقة واحدة، راه ممكن أن يكون بزاف ديال الحقائق. صح، والحقيقة كيف ما قلت أنت ما كيمتلكهاش يعني شخص واحد. دابا هذه المسألة ديال يعني تقبل آراء الآخرين هي موضوع ما كيهمش فقط مثلا المغرب أو المجتمعات العربية، وإنما كاين مجتمعات اللي هي غربية ومتطورة وكاين فيها هذه المسألة ديال ملي كيكون تعصب في الـ في الـ في يعني في الافكار وحتى في النقاش مع الاخر. دابا سي عز الدين كيفاش نديروا نتعلموا تقبل اراء الاخرين وحتى النقاش يعني في مواضيع اللي هي ربما تكون عاديه او لا مهمه بعيدا عن التعصب وحتى الشخصنه اللي ذكرتي انت؟ فقبل ما انني غادي نعطي بعض التقنيات اللي غتخلينا كيفاش انني نتعلم تقبل الفكر الاخر، خاصني غير نذكر واحد النقطه. فكيف ما قلت ان راه الحقيقه ماشي نسبيه، راه ممكن ان تكون هناك مجموعه ديال الحقائق. مثلا وهنا غنعطيك واحد التجربه دات، وهاد التجربه غتبين لي ان راه الاخر ممكن يكون مختلف معايا، فهو راه ممكن يكون معايا في نفس الفكره، غير هو كيشوفها من واحد الزاويه اللي انا ما شايفهاش. فدخل واحد ثلاثه الناس غمضوا لهم عينيهم، جابوا لهم فيل، وكل واحد فين شد الفيل، كاين اللي شد الخرطوم ديالو وكاين اللي شد الرجل ديالو، فمن تسولوا كل واحد كيوصف المكان اللي شد فيه داكشي اللي شاف اللي حس به. وبالتالي واش هما كيكذبوا؟ كلهم كيقولوا الصراحة، كلهم كيقولوا الحقيقة، ولكن كل واحد كيوصف بمعنى. حتى من كون كنتكلم مع الآخر فخصني نفهم أن هذا الشخص هذا فهو ممكن أنه يكون مختلف عليا، لأنه كيشوف الأمور من زاوية أخرى. باش نفهمه فأنني خصني نحط راسي براسه. واخا سي عز الدين حيت ما بقاش الوقت، دونك في دقيقة نحاولوا أننا نعطيو أهم الأشياء للناس اللي هما يتقبلوا آراء الآخرين. أول حاجة هي أنني خاصني أنني نكون عندي مهارة الانصات والإصغاء، وما نكونش كنحكم على الناس، وما نكونش أنني كنشخص الأمور، وأنني نحاول نشوف الأمور من وجهة نظر الآخر، وأنني نآمن أن راه ماشي داك الشيء فقط اللي في راسي هو اللي كاين. ما لا يوجد في إدراكي لا يعني أنه لا يوجد في الإدراك، وأنني نعطي الفرصة للآخر باش أنني نتعلم. صح. ومن بين الأشياء اللي كتخليني أنني طور هذه المهارة هو الدراسة أو هي المطالعة وهو السفر، لأنني من كنسافر فأنا كنتلاقى مع ناس مختلفين عليا، فمن كنتلاقى مع ناس مختلفين عليا فكنلقى بزاف ديال المرات ان افكاري غلط كتفتح اكثر. وهنا شكرا وهنا هذه عزه النفس ما كتبقاش. صح، شكرا عز الدين البشراوي مدرب تنميه ذاتيه واستشاري اسري، شكرا لكل الناس اللي تابعونا اليوم. موضوعنا